فيديو الصفقات يا اسطى، اللاعب فلاهوفيتش لاعب فيورنتينا الايطالي، المفروض ان هو على ابواب ارسنال وارسنال بتحاول تتعاقد معاه. فيورنتينا شرطت، بتقول يعني بتتشرط ان اللاعب ده هيتباع من عندنا ب 58 مليون يورو وكمان تدولنا توريرا، وفعلا ارسنال وافقت ان هم يدولهم توريرا وكمان يشتروا ب 58 مليون يورو. فمن رايكم هل الصفقه خلاص هتتم ولا اللاعب ممكن يروح مكان تاني؟ لسه مش عارفين، بس دي اول صفقه اتكلم عليها. تاني صفقه بقى مين ده؟ فينالدوم. فينالدوم لاعب ليفربول السابق حاليا هو في باريس سان جيرمان زي ما احنا كلنا عارفين، وخلاص فينالدوم رسميا على ابواب نيوكاسل يونايتد. طبعا ما فيش ناس كتير منكم عارفين انه اصلا فينالدوم كان زمان بيلعب في نيوكاسل يونايتد، فهم بقى بيقولوا تعال النادي بتاعك تاني تعال، وهم عايزين يشتروه ب 20 مليون يورو من بي اس جي، وكمان ارسنال مهتمه بالتعاقد مع اللاعب. فعايز اعرف رايكم، يروح نيوكاسل يونايتد ولا يروح ارسنال؟ وتتوقع طيب شويه حاجات كده خفيفه هنقولها كده في الفيديو ده، اعتبرها اخبار على السريع. صحيفه جلوب سوكر بتقول ان في احتمال كبير لو مبابي مشي من باريس سان جيرمان في الصيف الدون هيجي مكانه. ما تسالنيش ازاي، بس انا هقول لك ازاي. عارف انت لما بتلعب بيس وتجيبها اربع فرق، فهو نفس الحاجه كده، دي هو قوه اربع فرق بقى مع بعض. يلا يا جماعه، لو حصلت ميسي يمين، كريستيانو راس حربه، وشمال نيمار، يا لهوي دي بس عايزين صوره بس مع بعض، صوره بس في فريق واحد ودفعهم راموس، يا نهار اسود. ده بس هو كده ايه اللي هو ينهوا مسيرتهم مع بعض بعد ما كانوا قمه في الاعداء، اللي هو كانوا عدوانيه في الكوره يعني مش في الحقيقه، كانت المنافسه بينهم شديده يعني. في حاجه بقى نفسي اوريها لكم كده حلوه قوي، الاجواء في المانيا يا جماعه هما بيتدربوا، شايف السماء عامله ازاي؟ شايفين يا جدعان السماء عامله ازاي؟ هالاند السلام عليكم. والله الاجواء في بروسيا دورتموند مش طبيعي، الاجواء جامده جدا يا جدعان والله. بس كده ده كان الفيديو خفيف خالص. الناس اللي ما كانتش مصدقاني في موضوع السحر اللي كان بيحصل وكده، انا الاول كنت واخد الموضوع هزار، بعد كده واحده واحده لقيت الموضوع بيزيد عن حده في اللي بيحصل في افريقيا. كل ماتش بيبقى اسوأ من التاني، كل ماتش بيبقى اسوأ من التاني، ودايما بيحصل مفاجآت في الماتشات. المهم النهارده جايب لكم شويه فيديوهات بتعرفكم ان شكل كلامي طلع صح، حتى انا نفسي ما كنتش مصدقني. اتفرجوا. بيعمل ايه ده والله؟ بص يا جدعان بيعمل ايه؟ حتى لو ما بيعملش هبص تلاقيه بيبص على اللعيبه، شغال يبص على اللعيبه وعلى الماتش. تونس بس، مفيش اجابه اكتر من كده والله. عملوا كل حاجه النهارده في الماتش، هو بداوا الشوط الثاني تعبوا شويه بدنيا، رجعوا هدفين على طول، هدفين في دقيقه في الشوط الثاني خلصوا الماتش خالص، وضربه جزاء ضيعه وهجمات ضيعه وفوق العارضه وجنب العارضه وكل حاجه النهارده. منتخب تونس ضد موريتانيا عملوا ماتش كبير قوي قوي قوي، بيقولوا للناس المنتقدين ان احنا موجودين لسه في البطوله. الماتش اللي فات التحكيم ظلمهم، وكمان ادائهم ما كانش حلو قوي بسبب الاجواء والحر اللي كان موجود، والارض ما كانتش مساعده، ولكن الماتش ده تونس عملت كل حاجه في الماتش. مبروك لمنتخب تونس الشقيق، وهارد لك لمنتخب موريتانيا الشقيق برضو، بس بجد النهارده تونس عملت ماتش خرافي. بس انا عايز اعرف حاجه واحده، هو ليه ضربات الجزاء حظكم بجد وحش جدا فيها والله؟ هو ده فايده المدرب الوطني، الماتش اللي فات كانوا بيلعبوا وحش واتظلموا، الماتش ده ردت فعل على اللي حصل. تصريحات محمد صلاح وكيروش بعد المباراه، محمد صلاح بيقول انا مبسوط بالفوز لكن مش بيهمني ان انا اسجل ولا غير يسجل، المهم هو ان احنا نساعد الفريق والمهم ان احنا نفوز، والنهارده نجحنا في ده. قال الحظ كان معانا في اخر المباراه، قصده على الجول ما تحسبش يعني، قال ولكن ان شاء الله اللي جاي احسن وهيتحسن ادائنا، وبيقول اتمنى ان احنا نتمكن من مواجهه الصعوبات بشكل جيد، وقال ان الاداء ما كانش افضل حاجه بالنسبه لنا في اخر مباراتين، وقال حاليا كل الفرق الافريقيه بتلعب كره قدم جيده وكل الفرق عندها محترفين، وبيقول ممكن نكون احنا اقل منتخب عنده محترفين، وقال ان شاء الله اللي جاي احسن واكيد بحلم باللقب لان اللقب الاغلى بالنسبه ليا. اما بقى تصريحات المعلم كرشه، بيقول احنا بنهدي الفوز ده للجماهير. وقال بعد 3 او 4 ايام من التوتر اظهروا اللعيبه الشخصيه القويه وعرفوا يخرجوا بالفوز من المأزق اللي هم فيه، وقال احنا كنا المفروض نسجل اكتر لكن لسوء الحظ كل الكور بتروح في القائم. وبعدين في افريقيا يا جدعان والله بجد، وبعدين في افريقيا انا خلاص زهقت، انا بجد زهقت من البطوله دي وعايزها تخلص النهارده قبل بكره.
كمية الحاجات اللي مش طبيعية اللي بتحصل في البطولة دي كتير، مش لدرجة يا جدعان الجسار تخسر من غينيا الاستوائية. ده مين يتوقعها؟ في التوقعات لما انت بتتوقع قبل المباراة او قبل البطولة مستحيل تتوقعها. كلنا قلنا اللعيبة هتنزل تاكل النجيل، اللعيبة النهاردة مش قادرة تجري ومع ذلك عاملين خطورة برضو على الجول. انت كم مرة النهاردة الكرة عدت من قدامك على خط الجول؟ كم مرة؟ فعلا المفاجآت اللي بتحصل في البطولة دي في ايه؟ سيريليون تتعادل مع كوتيفوار وتتعادل مع الجزائر، والجزائر تتعادل مع سيريليون في اول ماتش، وتاني ماتش تخسر من غينيا الاستوائية. غينيا الاستوائية؟ طب مصر بتمر بظروف صعبة بقالها سنين، انما الجزائر ده لسه واخده ام افريقيا ولسه واخده كاس العرب، فحاجه ما تتصدقش. لما قلت الموضوع سهل محدش صدقني، والله محدش صدقني، بس هارد لك لاخواتنا الجزائريين طبعا. كلام بس هقوله على السريع للناس اللي كانت معايا في اللايف، كل الناس اللي معظم الناس مش كله، معظم الناس اللي كانت معايا في اللايف كانوا قاعدين بيقولوا لي سيب ماتش الجزائر ما تتفرجش عليه، روح اتفرج على ريال مدريد عشان في السوبر الاسباني النهائي يعني وكده. قلت لهم لا انا هتفرج على ماتش الجزائر ومصمم ان انا اتفرج على الماتش. والله العظيم لو احلف لكم بيه يا شباب ان انا كنت قبل الماتش كنت حاسس ان ده السيناريو بسبب موضوع السحر وكده يعني، فكنت مصمم ان انا اتفرج على الماتش النهارده. فبجد الموضوع بقى صعب وما بقتش مش متخيل ابدا، ما كنتش متخيل حتى اللي هيحصل، ولا حد في الدنيا كان متخيل ان ده ممكن يحصل يعني، اللي هو ان الجزائر تخسر تتعادل اول ماتش وتخسر تاني ماتش، مصر تخسر من نيجيريا باداء زي الزفت وتلعب قدام غينيا بيساو بالاداء ده ونكسب 1-0 بالعافيه، السنغال بتكسب اول ماتش في الدقيقه 97 بضربه جزاء وتاني ماتش بتتعادل مع غينيا. ليه انا ركزت مع الثلاث ماتشات دول؟ عشان الساحر استقصد صلاح ومانيه ومحرز.